إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل المضي في شرح هذه السورة وبيان معاني كلماتها وحروفها، لا بد من مقدمة لها. الناس رجلان، عابد وعالم، عابد وعالم، وشتان بين الرجلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ولعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ألف شهر عبادة، صلاة، صياما، حجا، زكاة، عمرة، صدقة، أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر. ليلة قدر واحدة خير من ألف شهر. أنه ما كل من قال أعرف الله ويعرف الله. يمكن إنسان حضر له كم خطة بزمان وسمع أنه في إله عظيم خالق الأرض والسماوات، في جنة، في نار، في أنبياء، انتهى الأمر. وبين إنسان يعرج في مراتب القرب، بين هذا وذاك مسافة كبيرة. هناك إنسان إذا نظر إلى أي شيء في الأرض يرى من خلاله الله عز وجل، إن شرب كأس ماء، إن نظر إلى ابنه، إن أمسك تفاحة، إن نظر إلى عصفور، إن نظر إلى سمكة، إن نظر إلى جبل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة يريد أن ينقلنا من مرتبة العباد إلى مرتبة العلماء. بين العابد والعالم مسافة كبيرة. العابد له درجة لا يتخطاها. لو أنه عبد الله ألف شهر أو ثمانين عاما، هو هو، معرفته هي هي، مستواه لا يزيد، درجته لا ترقى، مقامه لا يزداد، قربه لا يقل، هو هو. العابد لذلك تحت خطر أن يقع في معصية، لأنه هش المقاومة، سريع المأخذ. لكن الذي عرف الله عز وجل عن طريق البحث الفكري وعن طريق التأمل في آيات الله عز وجل، هذا الإنسان لو قطعته إربا إربا يقول لك أحد أحد. هذا الإنسان كل يوم يزداد من الله قربا، يوماه لا يتساويان. إذا تساويا اليومان فهو مغبون. لذلك من ظن أن التدين صوم وصلاة وحج وزكاة وانتهى الأمر فهذه هي العبادة. وإذا كانت العبادة في الماضي يوم كان الناس بخير، يوم كانت الطرقات لا منكر فيها، يوم كان الناس يخشون الله، يومها العبادة ربما كانت تنجي صاحبها. أما اليوم العبادة وحدها لا تنجي صاحبها، لأن الفتنة على قدم وساق، الفتنة يقظة. الدنيا اليوم خضرة نضرة، الدنيا اليوم تغر وتضر وتمر،
الدنيا اليوم مغرية، لذلك لا تنفع معها العبادة، لا ينفع معها إلا العلم. العلم يقي صاحبه من الفتنة. العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. فلذلك كأن الله سبحانه وتعالى يدعونا في هذه السورة الكريمة إلى أن نترك مرتبة العبادة إلى مرتبة العلم. العبادة طاعة على وتيرة ثابتة، لكن العالم في كل يوم يرقى، كلما قرأ القرآن يرقى، كلما تكلم عن الله يرقى، لأنه عقل عن الله شيئا ثمينا، هذا الشيء يرفعه في مدارج القرب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أو إنا أساس إنا ونا، إنا ونا، فالنا ضمير جمع. الله سبحانه وتعالى يقول إنا، وفي سورة طه يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. لماذا يقول الله عز وجل مرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ومرة يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ إنا نحن نحيي ونميت، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعطيناك الكوثر. العلماء قالوا: حيثما تكلم الله عز وجل عن ذاته ليبرز وحدانيته فيستخدم ضمير المفرد، وإذا تكلم الله سبحانه وتعالى عن أفعاله يستخدم ضمير الجمع. إنا أنزلنا القرآن، يعني أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى الدنيا دفعة واحدة، كان هذا في ليلة القدر. في نقطة دقيقة جدا، ليلة القدر في رمضان، ورمضان شهر قمري، والشهر القمري يتداخل مع الشهر الشمسي، فرمضان يأتي في كانون الثاني، ويأتي في شباط، وفي آذار، وفي نيسان، وفي مايو، وفي حزيران، وفي تموز، وفي آب، وفي أيلول، وفي تشرين، وتشرين وكانون. يعني شهر رمضان على مدار 36 سنة يأتي في كل أشهر السنة، وعلى مدار الزمان كله ليلة القدر تأتي في كل يوم. يعني لا بد وأن أتت ليلة القدر في كل يوم من أيام العام. فهل القدسية في زمانها أم في مضمونها؟ إذا قلنا في زمانها، ليلة القدر جاءت في كل يوم من أيام العام، فقدسيتها لا في الزمن ولكن في المضمون. ماذا حصل فيها؟ ماذا حصل في هذه الليلة؟ هذا الذي يريده الله عز وجل. السؤال الثاني: لماذا قال الله عز وجل ليلة القدر؟ لما لم يقل نهار القدر؟ قال: لأن الليل وقت مناسب للصادقين، للمخلصين، للمحبين، للعاشقين. المنافق يصلي في النهار ولكنه لن يقوم الليل، لا يقوم الليل إلا المحب، إلا من أحب الله، إلا من قام ليناجيه، إلا من قام ليقف بين يديه،
إلا من قام ليتذلل على أعتابه، إلا من قام ليمرغ وجهه في الأرض حبا بالله عز وجل. فليلة القدر، الليل هو الوقت المناسب للطائعين، للمخلصين، للمحبين، للعاشقين. إذن في الليل يحدث هذا الاتصال، وفي هذا الاتصال يحصل هذا التقدير: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدته يوم القيامة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن ليلة القدر، كلمة ليل تعني أن الليلة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. والقدر يعني معرفة الله عز وجل. يعني مثلا، هل عرفت ما عنده إذا أطعته؟ هل عرفت عقابه إذا عصيته؟ يعني إذا الإنسان مشى في الطريق فرأى امرأة سافرة، إذا نظر إليها ماذا تعني هذه النظرة؟ تعني أشياء كثيرة، تعني أنه يستهين بعقاب الله عز وجل. من ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمل جهنم. فإذا غض عن محارم الله ماذا يعني هذا الغض؟ يعني أنك تعرف ما أعد الله لك من ثواب ومن سعادة ومن أجر ومن نعيم مقيم إذا أنت غضبت عن النساء طرفك. هذا غض البصر فقط. إذا ترفعت عن المال الحرام ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك تعرفه. فإذا أخذت المال ولم تبالي أكان حراما أم حلالا، العبرة أن تأكل المال، مشروع غير مشروع، بذوب ما بذوب، هذا كسب الآخرين أعتدي عليه، أنا أضع لهم عراقيل في معاملاتهم، أخيفهم حتى أبتز من أموالهم. من فعل ذلك فهو لا يعرف الله عز وجل إطلاقا. فالمشكلة أن الناس يحسبون من صام وصلى كان مؤمنا، مع أن الصيام والصلاة شيء إن كان الإنسان عاصيا لا يقدم ولا يؤخر، لا قيمة له. دعوة هذه السورة إلى أن تعرف الله، إلى أن تقدره. قال لك: يا عبدي لو عبدتني 80 عاما ولم تعرفني ما أفادتك عبادتي، ولا رقت بك ولا سعدت بها. فإذا عرفتني لليلة واحدة لساعة واحدة كانت هذه المعرفة خيرا لك من كل العمر الذي أمضيته في العبادة الجوفاء. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ بالقرآن الكريم في وما أدراك، في وما يدريك. إن قال الله وما أدراك فالله سوف يدريك، وإن قال الله وما يدريك لا أحد يدريك، لأن هذا من علم الله عز وجل. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هذه بعلم الله، لا أحد يعرفها ولا الأنبياء. لكن الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ الله سبحانه وتعالى سوف يدريك عن الحاقة. فهنا يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يعني هلأ الناس مقاييسهم، إذا الواحد عنده أرض وفتحوا أمامه شارع وكان أخذ متر بمئة ليرة صار متر بمئة ألف، يقول لك والله أخي بيته بالجنة، غني وما دري، تعب لولد ولده، يعني هكذا يقول. إذا كان في شايف بيت من 20 سنة واختلفوا أخوه عليه ما عادوا باعوه، يقول لك غني وما دري. الناس بقدر الدنيا، بقدر المال، بقدر الجاه، بقدر المنصب، بقدر بيت فخم، بقدر بستان جميل، بقدر سيارة،
لكنهم لو عرفوا الله عز وجل لعرفوا أن معرفة الله عز وجل تسعدهم إلى الأبد، وأن الدنيا سوف تنقطع إلى حين. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني أنا أتمنى على المؤمن أن يشمر ليعرف الله، فإذا شمر لمعرفة الله كفاه الله أمر دنياه، تأتيه دنياه وهي راغمة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبد دنياك علي لا تهتم لها، ما دمت تهتم بأن تعرفني فدنياك علي، علي دنياك، فتأتيك الدنيا وهي راغمة، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أكن لك كما تريد، إذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إن الله عز وجل يقول وما أدراك ما ليلة القدر، يعني لا أحد يعرف قيمتها، وسوف تعرف قيمتها يا محمد. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تلاقي حياة الإنسان حافلة، فتح محل، كبر المحل، نقل المحل، غير نوع عمله، جاب بضاعة، باع، شحنها، صدرها، ترى، باع، حاسب الناس، بيقول لك هل كان، لحتى بالآخير اشترى شقة في بيت، بعد ما سكنه بشهر ونص جاء الأجل على باب صغير، شو استفاد؟ بربكم ماذا استفاد؟ إذا إنسان ما عرف الله عز وجل، النبي الكريم هكذا قال، قال بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ننتظر منها؟ طبعا المؤمن ينتظر كل خير، والله النبي الكريم يخاطب أهل الدنيا، أهل الدنيا الذين أعرضوا عن الله عز وجل، ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو غنى مطغيا؟ أو مرضا مفسدا؟ أو هرما مفندا؟ أو موتا مجهزا؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ ما فيها شيء الدنيا، يأتي ملك الموت عندئذ يعض الظالم على يديه. ليلة القدر خير من ألف شهر، لماذا هي خير؟ قال لأن الإنسان يسعد بها. طيب ما الذي يشقي الإنسان؟ الخوف، الخوف يشقيه. إذا قال الخائف حسبنا الله ونعم الوكيل، قال عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا قال الإنسان الذي أصابه غم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا قال العبد وقد شعر أن مؤامرة تحاك ضده وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فقال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني إذا الإنسان خاف من المكر وفوض أمره لله عز وجل يقيه الله سيئات الماكرين، وإذا أصابه غم فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإذا قال الإنسان وقد أصابه الخوف حسبي الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فإذا عرفت الله تعرف كيف تدعوه، وتعرف كيف تفوض أمرك له، وتعرف كيف تتوكل عليه، وتعرف كيف تستسلم له، وتعرف كيف تطيعه، وتعرف كيف تناجيه. لذلك ليلة القدر خير من ألف شهر. أنت إذا عرفت الله صرت أقوى مخلوق في الأرض،
إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الآن بحاجة فلان إلى توجيه، مقدم على صفقة، هذه الصفقة غير رابحة، ضيقت ملائكة ضيقوا عليك، مقدم على شيء في خير، انشرح صدري، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني أنت إذا عرفت الله وقدرته حق قدره أمدك الله بالملائكة، فشددوك وأسعدوك ووجهوك وحذروك وأمروك ونهوك. إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من قلبه، إذا أحب الله عبدا عاتبه في منامه، إذا أحب الله عبدا عجل له بالعقوبة. فهي معنى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إلى أن تصبح حياتك سلام، سلام في سلام، لا قلق لا هم لا حزن لا خوف لا توقع مصيبة لا مرض لا يأس لا قنوط، سلام. يعني العلماء قالوا إن أشد الأمراض فكا في النفس هو الخوف، ولما الإنسان يكفر بالله عز وجل أول عقاب يناله من الله أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه الرعب، خائف من سرطان، مجموعة ذعر، قلق، يأس، قنوط. إذا أصابه الخوف يكاد ينسحب. لذلك ربنا عز وجل قال إن الإنسان خلق هلوعا، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اعرفه واتصل به، وعندئذ قد تقول كأنني إنسان آخر غير هؤلاء البشر، إنني لا أخاف مما يخافون ولا أخشى ما يخشون ولا أقلق لما يقلقون. هيك ربنا عز وجل قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هي من كل أمر، أن كنت تاجر بوفقك تختار أحسن الصفقات وأربح الصفقات، والله عز وجل يصرف عنك الصفقات الخاسرة، وإن كنت مزارع الله عز وجل يصرف عنك الصقيع، صقيع واحد يروح الموسم كله، يصرفه عن من يشاء ويصب به من يشاء. إن كنت موظف الله عز وجل بنعمك السداد والرشاد، بتنتفع إعجاب رؤسائك ولك سمعة طيبة وفي خدمة الناس، ويبارك الله لك في دخلك على قلته. يعني في أي عمل كن ما دام الله معك لا تخاف أحدا، سلام، حياتك سلام. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، يعني إذا الله عز وجل تجلى عليك باسم السلام يصير في عندك طمأنينة. والله الذي لا إله إلا هو لو وزعت على 6,000,000,000 إنسان لاطمأنوا ولا ما خافوا. يعني موضوع القلق بهالعصر، كل بلد وكل مكان وكل مجتمع في أشياء مقلقة له. بيقول لك في بعض الدول الأجنبية الخوف من مرض جنسي اسمه هيربيز أصاب الناس بالذعر، جعلهم في ذعر مستمر. الخوف من تشمع الكبد، من السرطان، من أمراض القلب، جعلهم أشقياء. أما ربنا عز وجل سلام، هي حياة هذا الإنسان في سلام، سلام في سلام، ينام مطمئنا. المؤمن ما يحتاج إلى حبوب منومة،
أهل الدنيا يأخذون هذه الحبوب بكميات كبيرة، يدمنون عليها لأن القلق يأكل قلوبهم. سلام هي حتى مطلع الفجر، بعضهم قال حتى نهاية الحياة، فأن يوم القيامة فجر جديد يظهر الحق جليا واضحا. فإذا عرفت الله عز وجل وقدرته حق قدره فأنت في سلام وفي بحبوحة وفي يسر وفي أمن وفي طمأنينة. بل إذا ذهبت إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام لماذا تحس بالسعادة؟ تفسير علمي، لأن أسعد نفس على وجه الأرض منذ الأزل وحتى قيام الساعة هو سيدنا رسول الله. فإذا اقتربت منه أو ذكرت اسمه أو ناجيته أو خاطبته أو اقتربت من المدينة المنورة تحس بسرور. هذا نوع من تجلي الله عز وجل. إذا كنت مع الله أسعدك الله وسعد من كان معك ومن حادثك ومن احتك بك ومن عاملك ومن سافر معك ومن جلس معك. وما أقبل عبد على الله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنين تنساق إليه بالمودة والرحمة، وكان الله له بكل خير أسرع. يعني هذه السور القصيرة شأنها خطير، فأن الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى أن تكون أسعد أهل زمانك، أسعد الناس. يجب أن تقول هذه الكلمة التي طالما أقولها، إنني أسعد الناس إلا أن يكون أحد أتقى مني فهو أسعد مني. فلذلك هي الآية، آية اليوم، سورة اليوم القدر، هذه سورة عظيمة. يعني أرجو الله أن تكون في قلوبكم، والحمد لله رب العالمين.